السلام عليكم الاصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا الف خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، فيديو صغير ورا خوتي، مقطع صغير اخوتي. قبل من يعني مقطع صغير ديال واحد السيفيانوس عجبته، واحد الدكار ديال السيفيانوس، تبارك الله اللهم بارك. قبل من نوريكم الدكار اخوتي، جمعه مباركه للجميع اخوتي. دابا راه الصباح، صباح الجمعه، دابا راه 12 تقريبا. جمعه مباركه للجميع، تخليكم بالصحه والسلامه، وتحيه لجميع المواليد في المكان وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. يلا اخوتي تبعوا معايا الفيديو، نوريكم الذكيه اخوتي. ما نقول لكم شريته، ولكن جابوا الله ذكر في المستوى اخوتي. لا راس تقم قيمه، يعني عنده واحد لا فورم واعره محنقر، واحد العزي. ها هو اخوتي كما كتلاحظوا معايا، انتم تبارك الله. شوفوا اخوتي السيباراسيون ديال الراس كي دايره، انتم انتم فكرينا اخوتي. ها هو اخوتي راه فكرينا، تبارك الله اللهم بارك. محنقر مازال صغير اخوتي، يلا غادي يكمل السيوف ديالو، باقي ما كملهمش. يلا غادي باقي لي جوج سيوفه، انتم كما كتشاهدوا باقي لي جوج سيوف اخوتي ويكمل. ها هما زقا تبارك الله، حتى هو قبيح بحال الهياجه ولا الحنيقيره، حنقوره تبارك الله عنده كبيره الخوت. انتم اخوتي كرا الى خصك الشده ديالو، خصك تشدو من الصدر ديالو من الوسط، خصو يعطيك هاد الشوفه هادي، خصو يعطيها لك هادي. الا ما عطاكش هاد المنظره راه ماشي سيفيانوس. ها انتم اخوتي ماشي تورك عليها، كتشد ليها حنقول شوها بحال هكا بهذا الشكل هذا. شوف على راس اخوتي، ها انتم اللهم بارك. الوقيفه ديالو تبارك الله، غير هو عنده واحد المشكل اخوتي، نتمنى انه يلقح لي البيض. عنده واحد المشكل، عنده انتفاخ هنا في البطن ديالو، البطن ديالو راه منفوخ. هذا هو المشكل اللي عنده. انتم الخوت تبارك الله، وقيفه عنده يعني الفورمه، الجناح القزيبه مع الارض، الرجلين قصيورين. يعني عنده لاطاي ديال السيفيانوس اصيليه اخوتي، تبارك الله. سيفيانوس مستوى اخوتي، الراس ديالو ناضي، الوقيفه عنده ناضيه. نتمنى داك الاشكال اللي عنده ديال الكرش ما يشكلش ليا واحد المشكله اخوتي في التلقيح ديال البيض. هذا اللي كاين، اما هو في سيفيانوس تبارك الله ناضي، الهياجه تيهيج مزيان، تيرخي الحنقوره ديالو الخوت. اللهم بارك. الله جبتو البارح باقي 11، باقي خايف تبارك الله. اللي شاف يقول تبارك الله اخوتي. ها انتم اخوتي التجليده ديال العوينات، تخنفيره. ها انتم شوفوا السيباراسيون ديال الراس اخوت، ها انتم شوفوا الراس من الجلب اخوتي، راه فكرينا اخوتي. اللهم بارك، الله يسخرنا فيه ودعيو لنا اخوتي، ربي يسخر فيها اخوتي. راه تبارك الله ذكيه في المستوى، اللهم بارك. هذا ما كان اخوتي، هذه التوليعه ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او جمعه مباركه الخوت. Yeah.